السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفصل من كتاب خارطة الطريق للدكتور عائض القرني، يقول فيه عن الشدائد والمحن التي يمر بها الإنسان في حياته، يعزي المرأة الذي يتعرض للشدائد فيشعر بشيء من الخوف والإحباط واليأس. يسلي الدكتور هذا الرجل ويطيب خاطره ويقول: إن هذه الشدائد إنما هي ذريعة لرقيك وازدهارك ونموك ونجاحك في المستقبل إن شاء الله تعالى. يقول: لا تشموا أو نجعله مبنيا للمفعول فنقرأ: لا تشم للعطر رائحة حتى يسحق. يسحق أي يدق دقا شديدا حتى يكون مسحوقا ذرا كالدقيق. فإذا كان عندك شيء من النبات الطيب الريح لابد أن تعصر هذا النبات حتى يسيل منه العطر. فالمقصود أن الشيء إذا مر بالشدة ظهر نفعه وصار أكثر نموا ورقيا وازدهارا ونفعا في حياته. لا تشم للعطر رائحة حتى يسحق ولا يضضع العود حتى يحرق. العود أي العود الطيب الفائح الريح الذي يحرق فتنبعث الريح الزكية الطيبة. فلا بد من إحراقه أولا حتى يتضضع وحتى يطيب وينتشر مثله. كذلك الشدائد هي لك خير ونعمة، فلا تفزع ولا تجزع مما يصيبك في حياتك من البلايا والمحن. وهناك بعض الأبيات في الأردية بهذا المعنى: مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اے اہم نفس و اجعل نفسك تحتمل كل ضيم وكل شدة في طريق الرقي والنجاح والازدهار والمستقبل اللامع. كما أن الحبة تدفن في الأرض، تشق الأرض شقا ويظهر الشطأ
كزرع أخرج شطأه فيخرج شطأه ويستغلظ ويستوي على سوقه حتى يعجب الزراع وحتى يخضر ويتهلل البستان من هذه الحبات التي تدفن في الأرض. كذلك هناك بيت آخر सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद यानी इन्नमा यर्तफ़ु इंसान व यंजहु व युफ्लिहु व यलमउ फिल मुस्तक़बल بعد أن يمر بالشدائد والمراحل الخطيرة الصعبة وبعد أن يعثر عثرة بعد عثرة كما أن الحناء تسحق أولا على الحجر ثم تلون وتحمر يد العروس يد الحسناء هكذا كل شيء يمر بالشدة ثم ينجح ويلمع فلا تفزع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.